بالمناسبة تنزانيا بلد لطيفة يعني لطيفة وكل حاجة، ولكن النفس فيها برضو يعني بعد أثيوبيا وكينيا تلاقي تنزانيا برضو من البلاد اللي النفس فيها صعب شوية. زرتها كم مرة؟ تنزانيا مش فاكر، بس فيها يعني لعبنا فيها كتير. تنزانيا من الفرق دايما اللي دايما بتبقى موجودة معنا في دوري أبطال أفريقيا، ولكن أنا بس دايما بفتكر البلاد اللي الواحد بيعاني فيها والله. فتنزانيا دي عدت يعني. نورهان ازيك يا حبيبتي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. برحب بيك طبعا، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبرحب بيك يا نهوان. برحب بيك طبعا. مساء الخير يا نهوان، ده بعد صباح الخير دايما بنقولها. طبعا فقره الاخبار زي ما عودناكم في الاهلي في رمضان هتكون معانا، واول خبر دايما نحب يكون عن فريقنا الاول. وطبعا اجرى امام عاشور لاعب النادي الاهلي عمليه جراحه ناجحه في الكتف بمعرفه احد كبار الاطباء المتخصصين، وذلك عقب الاصابه التي تعرض لها اثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليا. وقال دكتور أحمد جبلّة طبيب الفريق أن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.